الشخص اللي بده يقدم على مسرعة أعمال لازم يكون عنده فكرة، وهذه الفكرة بدها تكون عم تحل مشكلة الناس عم بيعانوا منها، وهذا الحل لازم يكون عم بيطبق من خلال استخدام التكنولوجيا. مسرعات الأعمال بتطلعوا على الشخص اللي هو عم بيقوم بهذا المشروع. هذا الشخص بده يكون عنده قدرة وصبر إنه لما تصعب الأمور يكمل، وهذا الشيء أنا برهنته بالسنين الماضية لما كنت عم بشتغل لوحدي. بال 2015 كان عندي وظيفة بارت تايم، كنت أعلم بالجامعة، فاللي كنت أعمله إنه من المعاش اللي كنت طلعه كنت حطهم بالشركة بتينز وكود لحتى أقدر أعمل دعايات على فيسبوك على إنستغرام. اليوم تينز وكود مؤلفة من فريق عمل كامل. آخر نادي صيفي هالسنة كان في عنا 91 تلميذ، وصار في عنا منصة تعليم إلكترونية بتخول أي مدرسة تعلم الكمبيوتر ساينس والكودينج بقلب الصف من خلال تينز وكود. لكل حدا عنده فكرة أو حلم، نصيحتي إنه يسعى وراء تحقيق هذا الحلم، لأنه هلأ بلبنان صار في كتير وسائل لدعم ريادي الأعمال والشركات الناشئة إن كانت مادية أو معنوية.